بسم الله الرحمن الرحيم، معكم دكتور ماجد عاشور من جامعة البصرة كلية الهندسة قسم الهندسة المدنية في محاضرة جديدة، وهي المحاضرة السادسة من مادة تصاميم الخرسانة المسلحة للمرحلة الثالثة للعام الدراسي 2019-2020. محاضرتنا اليوم هي تتعلق ب Flexural Analysis of T-Sections، يعني تحليل المقاطع البيمز أو الجسور ذات المقاطع اللي تكون على شكل حرف T. أولاً إحنا هذه المقاطع اللي على شكل حرف T وين ممكن أن نجدها في الأبنية مالتنا؟ طبعاً ممكن أن يكون مقطع على شكل حرف T بشكل مباشر، هذا هو المقطع مثلاً الـ Isolated T Beam، يعني هو مصبوب أصلاً على شكل حرف T، يعني Precast صابين على شكل حرف T. هذا عادة نشوفه في جسور المشاة إذا كانت من الكونكريت، أو كذلك بعض الجسور، جسور السيارات يعني أيضا ممكن أن يكون Precast T Section، يخلون واحد بصف الثاني ويكونون الجسم مال الجسر. وعادة طبعا في معظم الأحيان مثل هيك أعمال وهيك فضاءات يكون هذا التي سكشن مو فقط هو نورمال رينفورست كونكريت، وانما يكون بري ستريس كونكريت، وهذا الموضوع ان شاء الله تاخذوه في المرحله الرابعه. المهم انه ممكن نحصل على هذا المقطع بشكل جاهز، والاهم من ذلك انه ممكن ان نلقى هذا المقطع اللي هو على شكل حرف تي نلقاه داخل السقوف مالتنا في البنايات الاعتياديه مالتنا. يعني احنا صحيح عندما نصب السقف وكذلك نصب البيمز نتوقع انه هذه البيمز هي على شكل مستطيل وقاعد عليها سقف لوح على شكل لوح يعني، ونقول بانه هذا البيم هو على شكل مستطيل، لكن بسبب انه احنا عادة نصب السقف مع البيم في نفس الوقت، في نفس الوقت نصب السقف، وهذه طبعا يطلق عليها مونوليثيكلي كاستد بيمز سلاب سيستم. يعني احنا ندري بانه الكولوم صحيح ينصب بوحده، الكولوم وننتظر فتره، الكولوم الاعمده نصبه ونتركه فتره، بعدين نجي في مرحله اخرى نصب البيمز والسقف في نفس الوقت. فبما ان نصبها بنفس الوقت وكذلك اكو تداخل كبير راح يكون بين البيم وبين السقف من ناحية حديد التسليح، يعني حتى الستيربس راح تلقاها انه ممتدة من الويب، هذه طبعا نسميها الويب، وصاعدة داخلة في السقف، وبالتالي فراح يكون ترابط كامل بين السقف وبين البيمز اللي صايرة تحت السقف. هذا الصب المونوليثيكلي اللي صار بين السقف والبيم راح يخلي هذه العناصر تشتغل تقريبا، يعني تشتغل مع بعضها، يعني مو السقف راح يشتغل بوحده والبيم راح يشتغل بوحده، وانما بسبب انه صاير قطعه واحده السقف مع البيم، فعندما هذا البيم يتعرض الى بيندينج بهذا الاتجاه، اتجاه الفضاء مال البيم، راح تشوف بانه جزء معين من السقف راح يشتغل ويا البيم. مثلا اذا رحنا الى منطقة المنتصف مال هذا الجسر اللي تكون معرضة الى عزم موجب، فاذا عزم موجب معناها راح يصير عندي كومبرشن في الاعلى وتنشن في الاسفل، فالكومبرشن هذا اللي في الاعلى وين راح يكون موجود؟ هل راح يكون على العرض الويب هذه البي دبليو؟ بالحقيقة لانه السقف مرتبط ارتباط كامل مع هذا البيم، فأكو منطقة كبيرة راح تكون معرضة إلى كومبرشن، منطقة من السقف راح تشتغل ويا من؟ ويا البيم. فراح نقول إنه بأنه هاي الفلانج، طبعا هذه نسميها الفلانج وهذه نسميها الويب، فجزء كبير من الفلانج راح يشتغل مع هذا الجزء المستطيل من الجسر. الآن شقد هذا الجزء؟ طبعا هم لاحظوا بانه هذا الستريس هنا يكون كلش مركز ويبدي يقل الى ان ينتهي بعد مسافه معينه.
الكود خلانا معادلات نقدر من عندها نعرف ايش قد هذا الافكتيف ويدث، الافكتيف ويدث مال من مال الفلنجه اللي راح يشتغل ويا من ويا الويب. طبعا الكود يقول احنا عندنا الحاله ممكن نصير في الوسط، في وسط ال يعني انتيرير بيم، وتكون على شكل حرف تي، او تكون في الطرف في اخر بيم مثل هاي الحاله اللي عندنا، وراح تكون على شكل ال او يسمونها بشكل ادق انفيرتد ال، يعني ال المقلوب. بالحالتين راح يصير عندنا فلانج، فلانج راح تشتغل ويا من؟ تشتغل ويا البيم. الان ايش قد عرض هذا الفلانج اللي ادخله بالحسابات مالتي؟ الكود يقول بانه اذا كان عندك تي سكشن يعني في البيمز الوسطيه، راح تاخذ البي اف اصغر قيمه من هذه المعادلات الثلاثه. المعادلات هي شنو؟ طبعا هذه المعادلات الكود غيرها عده مرات، ولكن هذه هسه احنا المعادلات اختاريناها هي مال كود 2019 اللي اخر شيء وصل الى هذه المعادلات. فإذا عرض هذه الفلنجة راح يكون أصغر أو يساوي واحد من هاي المعادلات الثلاثة اللي هي شنو؟ البي دبليو، طبعا البي دبليو بكل الأحوال راح يكون موجود، زائد فتشي من الفلنجة. طبعا هذا الشيء اللي هو من الفلنجة، هذا الشيء البارز أو هذا الجزء البارز من الفلنجة هو يسمى بالأوفرهانج، الجزء المتدلي أو الجزء الناتئ أو الجزء البارز من البيم احنا نسميه الاوفرهانج. فهذا الجزء الاوفرهانج ايش قد قيمته؟ قيمته اما 8 اتش اف، 8 اتش اف، الاتش اف هي شنو؟ هو سمك الفلنجة، سمك الفلنج هو بالحقيقة هنا هو نفس سمك السقف. فاذا 8 اتش اف، او يكون ال ان على 8 يعني اشوف الفضاء مالتي مال هذا الجسر ايش قد الفضاء؟ فضاء الصافي طبعا ln فضاء الصافي اقسمه على 8 هذا رقم 2. رقم 3 لا اخذ الفضاء الاخر اللي هو الفضاء العرضي، هذا sn الفضاء العرضي، مو مع فضاء الجسر، لا الفضاء العمودي عليه، هذا sn على 2، هذا يا هو الجزء الناتئ او الجزء المتدلي او الجزء البارز. فعلى مود اطلع البي اف كلها حسب رسمي، هذا البي اف هو كلها جزئين هنا، جزئين زائدا البي دبليو، وبالتالي بالتي سكشن راح يصير عندي بي دبليو زائدا 2 في 8 اتش اف، او بي دبليو زائدا 2 في ال على 8، او بي دبليو زائدا 2 في اس ان على 2. هذه فيما يخص التي سكشن اللي في المنتصف. اذا كان لا عندي البيم مالتي طرفي راح يكون ال سكشن، وهنا الكود راح يعطيني ارقام تقريبا شويه مختلفه عن هذه الارقام، فراح تكون انه الحاله الاولى انه البي دبليو زائدا 6 اتش اف، مو 8 اتش اف وانما 6 اتش اف، او بي دبليو زائدا ال ان نفس الشيء هم الفضاء ال ان على 12 هالمره مو على 8، والحاله الاخيره هي البي دبليو زائدا الاس ان على 2، يعني اخذ نصف هذا الفضاء، فاخذ القيمه الاصغر من عندهم. اما ليش اختلفت الاوفر هانج اللي مال الال سكشن اختلفت عن الاوفر هانج مال التي سكشن؟ طبعا لاحظوا انه هذا بين الاقواس هو فقط الاوفر هانج، وبالتالي هنا كان عندي 2 اوفر هانج وبالال سكشن 1 اوفر هانج. القيم ليش اختلفت؟ لانه هذا شويه البيم اللي صاير بالطرف الى بد ظروف خاصة به، وهو أنه يكون معرض إلى تورشن، وبما أنه معرض إلى تورشن فالكود يقوم بتصغير هذه المسافة، ف 6 اتش اف بدل 8 اتش اف، و ال ان على 12 بدلا من ال ان على 8. المهم أنه احنا راح نقدر نحسب البي اف الافكتيف أو العرض الفعال اللي راح يشتغل ويا من؟ يشتغل ويا الويب ويكون لي التي سكشن. اذا نجي هنا للرسم، اذا شيء ما ذكرناه، هذا البي دبليو، هذا الاس ان، هذا ال ان، هذا البي اف كله، طبعا احنا راح نتفق انه البي اف هو كل العرض مال الفلنجه كلها. الاتش اف هذا اللي هو الثيكنس مال السلاب او مال الفلانج،
هذا البي دبليو. الدي طبعا نفسه مالتنا القديم. الاتش هو الكلي ايضا، ما عندنا شيء بعد هنا. الكود عنده محدد، اذا كان عندي التي سكشن هو مو من ضمن سلاب، وانما ايزوليتد تي سكشن، مثل ما حكينا انه اذا صبينا التي بيم الوحده يعني، فيشرط الكود بانه ما اخلي الفلنجه مالتي البي اس كله ما اخلي اكبر من الاربعه بي دبليو. يعني يريد انه البي اف هاي تكون اصغر او يساوي 4 بي دبليو وليس اكبر من ذلك. وكذلك يريد الاتش اف، هذه الاتش اف يريدها تكون اكبر من نصف البي دبليو، ما يسمح باقل من هذا الشيء. الان عرفنا التي سكشن مالتنا والنوتيشن مالته والابعاد مالته. نجي الان الى عمليه التحليل مالته، شلون نحلله. طبعا عندنا عدة حالات ممكن ان تواجهنا بالتي سكشن. الحالة الاولى if flange located in tension zone، يعني اذا كان عندنا negative moment the section will be rectangular with b يساوي b w. يعني انا اذا اروح مثلا الى هذا التي سكشن واروح الى الاطراف مالته، اذا كان هو continuous راح القى عندي هنا negative moment. negative moment شنو معناه؟ معناها راح يصير عندي التنشن في الاعلى والكومبريشن في الاسفل. تنشن في الاعلى يعني الفلنجة هاي بيها تنشن، فاذا بيها تنشن احنا متفقين بانه منطقة التنشن الكونكريت اللي موجود بيها كله ما يشتغل، ويشتغل عندي فقط الحديد. وفي منطقة الكومبريشن في هاي الحالة راح يصير عندي هنا شنو؟ يصير عندي هنا كومبريشن. فهاي الحالة راح تكون تشبه تماما حالة الريكتانجولر، يعني مقطع مستطيل، اللي هي هذه الحالة. طبعا هذه الحالة إذا كان التي هو تي سكشن أنت تباوع له، هو تي سكشن موجودة، الفلنجة موجودة والويب موجود والحديد موجود، ولكن التنشن صاير في الأعلى. مثلا إذا عندي كان كانتليفر، الكانتليفر تدرون بيه بأنه التنشن يكون مالته في الأعلى والكومبريشن في الأسفل. فالتنشن في الاعلى معناها هاي الفلنجه كلها ما راح تشتغل نهائيا، وراح نعتبرها موجوده اصلا. راح يكون عندي موجود حديد وبالجهه المقابله عندي كونكريت، وهذا الشيء عرف تعلمناه احنا انه ريكتانجولر سكشن. صار عندي عمق هذا البلوك راح يصير اي، واحله على انه ريكتانجولر سكشن. ريكتانجولر سكشن شنو البي مالته؟ العرض مالته ريكتانجولر، انت ستتباوع تلقى اكو بي اف واكو بي دبليو، يا هي اللي راح اخذها. هنا بهاي الحالة قلنا هاي كلها راح نعتبرها كلها ما موجود، فإذا البي دبليو هي اللي راح تكون البي اللي راح نعتمد عليها بالحسابات. إذا هذا يرجعنا إلى موضوع الريكتانجولار سكشنز، إذا كان التي معرض إلى نيجاتيف مومنت. الآن نجي إلى الحالات الأخرى. إذا كانت الفلنجة أوكي معرضة إلى كومبريشن، صايرة بالكومبريشن زون، لكن هنا راح تكون ايضا عندنا فد احتماليتين على مود نحل المساله. الاحتماليه الاولى اللي هي موجوده بهاي الرسمه، انه ممكن انه جزء من الفلنجه يكون معرض الى الكومبريشن ويكون كافي لموازنه الاجهاد اللي يجيني او القوه اللي تجيني من الاي اس في الافوال. يعني حتى ما احتاج اشغل الفلنجه كلها، يعني مجرد جزء من الفلنجة يكون معرض إلى الكومبريشن راح يكفي أن يوازن لي القوة اللي جايتني من الشد. فإذا يعني بمعنى آخر أنه الأي، إذا أحسب الأي تدرون الأي هو شنو؟ هو عمق الوتني بلوك. إذا حسبت الأي وطلع أقل من الاتش اف، معناها الوتني بلوك كله وين موجود؟ موجود داخل الفلنجة، ما طلع برا. إذا موجود داخل الفلنجة معناها شنو؟ معناها اقدر اعتبر هذا مقطع ايضا مستطيل، مقطع مستطيل، لان يعني هذا المكان اللي يتحول بشكل الى تي اصلا ما وصلت لانا. فاذا انا هاي المكان اللي تحت الوتني بلوك او تحت الاي كله راح اعتبره ما موجود. اذا هذا جاء امامي هسه، جاء باوع اشوف مستطيل انا. المستطيل هالمره ايش قد العرض مالته؟ العرض مالته بي اف كله، لان جاي تلاحظون عباره عن مستطيل العرض ماله بي اف. فاذا اجي احسب الاي، وهسه راح نعرف شلون نحسبها.
إذا شفت الأي أصغر من الأتش أف فراح يصير توزيع الإجهاد بهذا الشكل. إذا صار توزيع الإجهاد بهذا الشكل وكأنه المقطع اللي أمامي بالحقيقة هو مو تي، هو مستطيل، وأرجع أحله حل كامل على أنه هو مستطيل. العرض مات هذا المستطيل هو البي أف وليس البي دبليو، البي أف. والأي أس هذه هي الأي أس، وأكمل السؤال على أنه هو مقطع مستطيل. الآن الحالة الثانية، إذا حسبت الأي وطلعت عندي الأي أكبر حتى من الأتش أف، يعني تنزل ينزل هذا الإجهاد، شكل التوزيع مال مكعب وتني ينزل إلى الويب مثل ما موجود هنا، يعني هذه المنطقة كلها انملت بالإجهاد ونزل الإجهاد بالأسفل، يالله قدر هاي القوة، يالله قدرت توازن لي شنو القوة اللي جاية من الأي أس في الأفوال، إذا نزل عندي. هنا بعد ما أقدر أغض النظر عن هذا الشكل، ما أقدر أعتبره مستطيل بأي حالة من الأحوال، لأن جاي أشوفه أمامي هو تي سكشن، هذا عبارة عن تي سكشن، الإجهاد موجود بالأوفر، بالجزء الموجود بالأوفر هانج، وأيضا موجود بالويب ونازل إلى مستوى أقل من الـ HF. إذا هذا هو إحنا راح نسميه ترو تي سكشن أو ترو تي بيم، هاي الحالة هي الترو تي بيم. الآن حتى أطبق هذا الخيارات اللي خليتها لازم أحسب الأي. شلون أحسب الأي؟ أول ما أبدي أحل السؤال أو المسألة اللي تواجهني راح شنو؟ راح أقول إنه عندي إجهاد هنا اللي هو قيمته 0.85 في برايم سب سي. طبعا راح أفترض إنه راح أضربه في أي، وما أدري هاي الأي قد أقل من الأتش أف أكبر من الأتش أف، ما أدري، راح أضربه في الأي في البي اف كله، في البي اف كله راح تطلع عندي فد اجهاد معين، او بالاحرى هذا الاجهاد راح يتحول الى قوه، لان اجهاد ضربته في مساحه اي في البي طلع صار قوه، هذا يجب ان يساوي الاي اس في الافوال. فراح اطلع الاي من هاي المعادله، راح يصير عندي الاي اس في الافوال على 0.85 في برايم سب سي في البي اف، طلعت عندي قيمه الاي مثل ما قلت أقارنها مباشرة ويا الـ HF. إذا شفتها أصغر من الـ HF معناها المقطع هو Rectangular Section، والـ V اللي راح أشتغل عليها هي الـ VF مثل ما حكينا. إذا لا طلع عندي الـ A أكبر من الـ HF معناها المقطع هو True T Section، وهذا إلى الحل مالته اللي راح نشوفه هسه، لان الحالة الأولى ما راح نتطرق لها لان احنا موضوع الريكتانجولر كله ماخذينه في الاناليسز وبالديزاين، وبالتالي مجرد يطلع عندي الاي اصغر من الاتش اف فاروح الى موضوع الريكتانجولر واحل حسب الطرق اللي تعلمناها. موضوعنا اليوم اذا طلع ترو تي سكشن شلون احل هذا الخيار او هاي الاحتمالية، شلون راح احلها؟ طلع عندي true T section. الآن راح أسوي، هذا هو التي اللي طلع عندي، هذا هو التي طلع عندي، الأوفرهانج بها إجهاد وكذلك الويب بها إجهاد. فالطريقة الأفضل اللي أحل بها هيك سؤال واللي هو هنا تحليل وليس تصميم، شو أسوي؟ راح أقسم الإجهاد اللي موجود أقسمه إلى حالتين، هاي حالة وهذه حالة. الحالة الأولى راح أعتبر الإجهاد موجود على الأوفرهانج، يعني هاي الجزء الأوفرهانج كله مجهد بقيمة إجهاد هي 0.85 F برايم سبسي، أعتبرها هاي حالة رقم واحد. الحالة الرقم اثنين أنه أعتبر هذا المستطيل اللي بالنص هو بهذا الجزء من الإجهاد اللي طبعا هذا، طبعا أنا كل شيء ما سويت، مجرد أنه هذا الرسم نفسه اعتبرت هذه حالة وهذه حالة أخرى. الآن راح أعتبر هذا راح ينطيني عزم، راح أسميه M، أنا سميته Overhand طبعاً، M Overhand، Overhand. إحنا طبعاً شغلنا Nominal كله Nominal، يعني الفاي ما نريد ندخله هنا، الفاي راح نتخلص منها من البداية، فالM Nominal مال الجزء Overhand. طبعاً أنت هسه تقدر إذا تصفن على هذا الشكل راح تعرف إنه الM N، خلي نباوع أنا وياك على هذا الشكل، شنو ممكن أن يساوي الM N؟ اوكي انا اتوقع انه 0.85 اف برايم سب سي اضربه في هاي المساحه اللي هي البي اف كله ناقصا بي دبليو، على مود تطلع لي بس هذه وهذه، بي اف ناقصا بي دبليو بالاتش اف طلعت القوه، الذراع ايش قد؟ الذراع هو الدي كله
ناقص ان اتش اف على 2. فاذا انا الام ان اوفر هانج هذا كلش واضح وما بي اي مشاكل وممكن حسابه بكل سهوله، انه اعتبر اكو قوه هنا مكانها بالضبط في المنتصف وذراعها معلومه، اذا عرفت قيمتها وعرفت ذراعها اذا الام ان اوفر هانج بكل بساطه تطلع. يبقى عندي العزم اللي جاي من الحاله الثانيه اللي هو ايضا بسيط لانه حال المستطيل اللي تعلمناه بالضبط. هذا الجزء راح يكون على عمق اي اللي هو العمق مال مكعب وتني، وراح اعرف شلون احسب العزم مالته. اذا انا قسمت العزم الكلي مال هذا المقطع لان جاي اسوي اناليسيس. اسوي اناليسيس معناها الاي اس موجوده عندي والابعاد كلها موجوده، فشلون احسب العزم؟ احسب العزم هذا اعتبره ام بوحده اللي هو الام ان مال اوفر هانج، والجزء اللي يبقى راح اسميه ام ان 1. ام ان 1 هو مال المستطيل، اذا ام ان 1 زائدا هذا الام ان 1 هاي الحاله اللي هي يقابلها اي اس 1 الام ان 1 من هذه الحاله، زائدا الام مال الاوفر هانج اللي هو من هذه الحاله، وايضا الاي اس اللي راح يقابله جزء طبعا من الاي اس. جزء راح يقابل هاي وجزء راح يقابل هذه الحالة. فإذا أنا قسمت العزم النهائي الأخير إلى عزمين وراح أحسب كل واحد من عيتين على حدة. خلي نبدي بالأم أن أوفر رانك مثل ما قلت استوني أنه 0.85 في برايم سب سي الانتنسيتي مال هذا الإجهاد، أضربه بالمساحة. المساحة شقد؟ الـ HF أوكي ما عندي مشكلة الـ HF. العرض ممكن أن أغلط به، العرض ايش قد مال هذا الاوفر هانج؟ هو بالحقيقه البي اف بي اف ناقصا البي دبليو، هذا العرض الكلي بي اف ناقصا البي دبليو. طلعت عندي هاي المساحه المظلله هنا، هذه المساحه وضربتها باجهاد بقى شنو؟ اضربها في الذراع، الذراع هو دي ناقصا اتش اف على 2. طلع عندي العزم الاول بشكل كامل، او بالاحرى ما اقدر اسميه العزم الاول وانما العزم مال الاوفر هانج. كذلك الاي اس اللي تقابلها اقدر اعرفها بالضبط ايش قد. ليش؟ من معادله التوازن اللي راح اعرف هاي القوه بالضبط ايش قد. هاي القوه ايش قد؟ هي 0.85 اف برايم سب سي، قلنا في الاتش اف في البي اف ناقص بي دبليو صارت قوه. ايش قد تقابلها قوه من الاسفل؟ هي الاي، اي معينه جزء يعني من الاي في الافوال. فاذا من معادلة التوازن هاي راح أقدر أقسم هاي القوة على الأفوال، راح تطلع عندي الأي المناسبة اللي أنا سميتها أي أس مال الأوفر هانج، يعني الأي أس اللي تكون مقابلة للأوفر هانج. الآن أنا مسألتي تحليل، أنا عندي الأي أس الكلية، طلعت الأي أس اللي تقابل الأوفر هانج، فإذا أطرحها من الأي أس الكلية راح تبقى عندي الأي أس اللي موجودة بالجزء الثاني. اللي موجوده بالجزء الثاني. فاذا الاي اس 1 راح يساوي للاي اس الكليه ناقصا الاي اس اللي لازمه للتوازن مال الاوفر هانج. فراح تطلع عندي الاي اس 1. انا اذا طلعت عندي الاي اس 1 صار عندي سؤال كامل هنا أنا مستطيل، عندك مستطيل ابعاده معلومه والاي اس معلومه مالته اللي هسه حسبتها. بقى شلون تحسب لي ايش قد العزم؟ لان انا جاي اسوي تحليل، اذا مطلوب مني العزم. طبعا بالمناسبه العزم الاول انا حسبته مال الاوفر هانج، بقى عندي العزم مال هاي الحاله الثانيه. العزم مال هاي الحاله الثانيه اعتبره سؤال جديد مستطيل، الاي اس مالته معلومه، طلع العزم. شلون اطلع العزم؟ طبعا انا هنا ذكرت الطريقتين، انا كان ممكن اذكر طريقه واحده، لكن حتى اذكرك بانه بالمقاطع المستطيله المنفرده التسليح انت مخير، اما تمشي باتجاه الاي أو تمشي باتجاه الرو. خلينا نجيهن واحدة واحدة، خلينا نعتمد على الأي. ندري احنا بأنه نكتب أول ما نكتب معادلة التوازن، طبعا أي اس 1 راح أعتبره سؤال جديد، هذا سؤال جديد مال المستطيل. أي اس 1 اللي هي عدي هسه طلعتها مضروب في الأف واي، يجب أن يساوي 0.85 اف برايم سب سي في الأي في البي. طبعا يا بي أنا أصلا مبين عندي الحكي هسه حاليا كله على البي دبليو. اذا هنا الاي اس عندي بقت بس الاي مجهول، اطلع الاي من هاي المعادله مثل ما تعلمنا بالمستطيل بالضبط. اذا اي اس 1 في الاف واي 0.85 برايم سب سي في البي دبليو طلع عندي الاي. من طلع الاي عندي معناه طلعت عندي الذراع. فاذا الام ان 1
راح يساوي 0.85 اف برايم سب سي في الاي اللي هسه طلعتها، في الفي دبليو، في الذراع اللي هو دي ناقص انا على 2 مثل ما تعلمنا بالضبط في موضوع الريكتانجولار. اذا طلع عندي العزم زين، وقبل شويه طلعت العزم مال الاوفر هانج، صار عندي العزم الكلي يساوي الام ان 1 هسه اللي طلعته من المستطيل زائد الام اللي مال الاوفر هانج، طلع عندي العزم الكلي. بقت عندي شغله واحده انه اتاكد انه انا بالتنشن كنترول في هذا الموضوع. طبعا احنا الاوفر هانج راح نتركه نهائيا، ما له علاقه بالتنشن كنترول. اللي راح يحكمنا بالتنشن كنترول مثل ما تدرون هو موقع النيوترال اكسس. طبعا موقع النيوترال اكسس هو اللي يحدد انه اكو تنشن كنترول او مو تنشن كنترول، يعني السي، السي هي اللي تحدد. فالسي ناخذها من هذا الجزء الثاني. طبعا السي تساوي الاي على البيتا 1، اي مال هذا الجزء اللي قبل شويه طلعناه. فمن طلعنا السي راح نروح لمعادلتنا هاي الشهيره اللي هي 0.03 دي تي ناقصا سي على سي، فراح يطلع عندي الابسيلون هذا المفروض يطلع عندي اكبر او يساوي 0.005 حتى اكون بالتنشن كنترول. من اضمن انه انا كنت بالتنشن كنترول اروح اطلع الام النهائي واكون اكملت السؤال مال التحليل، انه اضرب الفاي بالام ان اطلع الام التيميت الكاباسيتي مال هذا المقطع. الان كمراجعه نرجع نحل هذا الجزء الثاني اللي هو المستطيل، نحله بمن؟ نحله بالرو وليس بالاي. شلون احله بالرو؟ اوكي انا لحد الان طلعت الاي اس 1، اي اس 1 طلعتها مجرد اقسمها على في دبليو في الدي، يعني اعتبرت هذا السؤال جديد في على البي دبليو في الدي، طلعت معناها الرو اللي هي سميتها رو 1 لانه جاي احكي كله على حاله 1 هذه الكيس 1. من طلعت الرو طبعا الام ايضا من الشروط هاي الطريقه انه اطلع الام اللي هو الاف واي على 0.85 اوف برايم سب سي. الان اروح الى معادله مباشره تحسب العزم اللي هي معادلتي اللي لها علاقه بالرو. فاذا الام ان 1 تساوي الرو 1 اف واي دي دي سكوير 1 ناقص نصف رو ام. كل ما هنالك انه الرو راح تكون بهاي المعادله يا رو هي الرو 1 لان انا جاي اشتغل على هاي الحاله. كذلك البي يا بي هي البي دبليو لان انا مثل ما قلت جاي اشتغل على هذا المستطيل. فاذا طلعت الام ان 1، انا قبل شويه مطلع الام مال الاوفر هانج، اجمع الام ان 1 ويا الام مال الاوفر هانج يطلع عندي الام ان الكلي. بقى ايضا لازم اشيك شنو؟ اشيك التنشن كنترول. بطريقه الرو التشيك على التنشن كنترول هو بالرو ماكسيموم. انه يجب ان تكون الرو مالتي يا رو طبعا الرو 1. يعني انا هذا الاوفر هانج انساه بعد ما لي علاقه فيه، لان الاوفر هانج اطلع مالته العزم وبعد ما يدخل باي موضوع ثاني، لا يدخل بالتنشن كنترول ولا شيء. اذا اروح لمن؟ اروح الى الرو 1. يجب ان تكون اصغر من الرو ماكس. الرو ماكس ايش قد؟ طبعا ندري بيها تساوي 3 على 8 بيتا 1 على ام دي تي على دي. على مود تكون هذا الشرط يجب ان يتحقق حتى اكون بالتنشن كنترول. من تاكدت انه انا بالتنشن كنترول مثل يعني هذه الخطوه، اروح الان اطلع الام يو اللي هي تساوي 0.9 لان انا تنشن كنترول في الام ان واوصل الى الام يو. هذه اذا هي الطريقه لحساب العزم الام التيميت اللي يتحمله اي تي سكشن في حاله انه اعرف ابعاده كلها واعرف الاي اس. اذا هي مساله تحديد الاي اس موجود والابعاد موجوده ومطلوب مني احسب العزم اللي يتحمله المقطع. الان ناخذ مثال على هذا الكلام، انه هذا المقطع هسه امامكم جاي تشوفوه كل شيء موجود بيه، الابعاد مالته هاي البي دبليو عندي هو صحيح بيه طبقتين لكن منطيني الدي، هو منطيني الدي 430 ومنطيني الدي تي 460. هالمره شنو منطيني؟ منطيني البي اف بشكل كامل، يعني ماكو داعي انا احسبها من محددات الكود، هو منطيني اياها. وكذلك الاتش اف ايضا منطيني اياها اللي هي تساوي 80 ملم. Calculate the design movement strength. Read the design movement strength of the T-section shown below using F prime sub C تساوي 24 ميجا باسكال وال FY 420. الآن مثل ما هسه نفس الخطوات اللي حكيناها بالضبط. الـ AS لازم أعرفها، فإذا 6.35 الـ area مال البار الواحد
هي 706، 6 6 في 706 هاي الاريا الكلية مال الحديد اللي بالشيت كله هذا. الآن شنو قلت؟ أول شيء أنا جاي أشوفه أمامي هو تي سكشن، أبغى أعرف هو تي سكشن، لكن أنا ما متأكد هل هو ترو تي سكشن لو ممكن يكون شنو ريكتانجولر. طبعا شو أسوي؟ أحسب الأي وأقارنها ويا هاي الثمانين. فإذا راح أكتب معادلة التوازن العادية مالتي 0.85 برايم سب سي في الأي اللي ما أدري بيش قد في البي اف كله، طبعا هذا كله هنا أنا بعدني ما مقسم ترى أوفر هانج ومو أوفر هانج، على مود اشيك، لا ابدي اعتبر هذا احتمال يطلع مستطيل، فلحد الان ما داخل انا بموضوع الاوفر هانج. البي اف كلها، اذا الاي في البي اف كلها يساوي الاي اس في الافوال. اطلع الاي، طبعا هذا الطرف على هذا الطرف راح يطلع عندي هذه 4236 هي شنو الاي اس، هذه الاي اس، والاف واي عندي 0.85 و24 اف برايم سب سي، وال 915 شنو هذه 915 هي البي اف كلها. طلع عندي الاي يساوي 95، يعني على مود هذا الاجهاد يوازن هذا الحديد الموجود لازم الاجهاد ينزل اقل، يعني بمستوى ادنى من ال 80 حتى يقدر يوازن هذا الحديد. اذا معناه هنا بعد ما صار عندي ريكتانجولر وانما صار ترو تي سكشن، ترو تي سكشن. طبعا انا من وصلت لهذا القرار او هاي النتيجه انه عرفت اذا من طلع عندي 95 اكبر من 80 اذا بين قوسين ترو تي سكشن، من وصلت لهذا القرار بعد هاي الاي انساها، ما يعني خاف بعد شوي راح احتاج الى اي، فهاي الاي بعد ما تشتغل، هاي فقط وصلتني الى هذه النتيجه، وصلتني انه عرفت انه هذا ترى هو ترو تي سكشن. من عرفت انه هو ترو تي سكشن بعد اترك هاي الحسابات وابدا من جديد. شنو ابدا من جديد؟ بس انا الان شنو متاكد انه هو ترو تي سكشن. من تاكدت انه هو ترو تي سكشن اسوي؟ راح اقسمه الى اوفر هانج، وهذا الاوفر هانج قلنا كل مشكله ما دي كلش بسيط. والجزء الاخر المستطيل، المستطيل ايضا المفروض هم ما عندنا به مشاكل لان احنا متعلمين وحالينا سابقا، لكن شنو راح نجيهن وحده وحده. اول مره نجي للاوفر هانج، طبعا هذا الاوفر هانج الام مال الاوفر هانج وهذا الام مال المستطيل. نجي للاوفر هانج، الاوفر هانج 0.85 اف برايم سب سي في الاتش اف في شنو هالمره؟ راح البي اف ما اخذها كلها، راح اخذ البي اف ناقصا البي دبليو، يعني راح اجر خط منها وخط منها واشتغل فقط على الاوفر هانج. الآن في الذراع، الذراع هو نفسه D ناقصا HF على 2، فإذا 0.85 وهذه 24 هذه 80 هذه البي اف 915 ناقص 250 هذا الويب، فقلنا نطرح الويب مضروب في 430 اللي هو D ناقص 80 على 2 اللي هي HF على 2، طلع عندي عزم كامل، هذا العزم 423 كيلو نيوتن متر. هل هذا المقطع يتحمل فقط 423؟ لا، هاي ال 423 هي المساهمه مالت من؟ المساهمه مال الاوفر هانج فقط، مال الجزء الاوفر هانج. الان هذه المساهمه مال الاوفر هانج ايش قد تستغل من هذا الحديد؟ هل تحتاج هذا الحديد كله؟ راح اطلع الاي اس اللي هو مقابل للاوفر هانج فقط. شلون اطلعه؟ من معادله التوازن، انه ال 0.85 اف برايم سب سي في الاتش اف في مثل ما قلنا فقط الاوفر هانج، اذا البي اف كله ناقصا البي دبليو. هذا اذا قسمها على الاف واي راح يطلع عندي الاي اس اللي مقابله للاوفر هانج. فاذا هاي المعادله عدتها بالارقام طلع عندي انه 2584 ملم مربع هذه احتاجها فقط حتى اوازن الاوفر هانج. لاحظ بينما انا الحديد الكل ايش قد 4000، بينما سيطلع عندي 2000 ونص فقط للاوفر هانج. اذا اطلع الاي اس 1، الاي اس 1 اللي لان انا من راح اشتغل على المستطيل، خلصت هسه من الاوفر هانج، من اشتغل على المستطيل على مود احلله واطلع العزم لازم عندي الاي اس، الاي اس اللي خاصه بالمستطيل، فلهذا السبب انا طلعت الاي اس مال الاوفر هانج وراح اطرحها من الاي اس الكليه حتى اطلع الاي اس اللي بقى. لاحظ
الاي اس 1 تساوي الاي اس الكليه ناقص الاي اس اللي جايه من الاوفر هانج. فاذا 4200 ناقص 2500 طلع عندي 1652 ملم، هذا الجزء مال المستطيل. انا قلت مثل ما قلت راح اعتبره عندي سؤال جديد، مستطيل اعرف ابعاده ايش كذا، ابعاده البي مالته 250 والدي مالته هي شنو؟ هي ال 430. والحديد اللي بيهم عرفته اللي هو الاي اس 1 اللي هو 1652. اذا صار عندي سؤال مال المستطيل قلنا عندي طريقتين على مود احله، اما اروح باتجاه الاي او باتجاه الرو. الان راح اجرب انا اتجاه الاي. فاذا الاي اس 1 مضروب في الاف واي، هاي معادله التوازن 0.85 جرام سب سي في الاي في البي دبليو. لاحظ هاي الاي ما لها اي علاقه اطلاقا بالاي اللي بدينا بها بالسؤال. الاي اللي بدينا بها بالسؤال كان موضوعها مختلف، كنا فقط نريد نعرف هل هو تي سكشن لو لا. فطلعنا اي افتراضيه وقررنا قرار ونسينا بعد هذا الموضوع. الان جاي نشتغل شغل جديد. فاذا الاي ايش قد تساوي الاي اس 1 في الاف واي؟ طبعا من معادله التوازن ادخل الارقام مالتي، هاي الاي اس 1 1652 وبقيه الاشياء نعرفها. طلع عندي هاي الاي اللي مالت المستطيل. من طلع عندي الاي مالت المستطيل اقدر اطلع اذا العزم مالت المستطيل، لان هو فقط بمجهول واحد اللي هو الاي وهسه طلعته. فاذا 0.85 في برايم سب سي في الاي في البي دبليو في الدي ناقص اي على 2، واطبق معادلتي واطلع الام ان واسميه ام ان 1. ليش ام ان 1؟ لان احنا من البدايه قلنا في موضوع للترو تي سكشن قسم العزم الى جزئين، جزء جاي من الاوفر هانج اللي هو هذا وجزء جاي من الام ان 1. عندي اوفر هانج وعندي مستطيل. انا الاوفر هانج حليته من البدايه وهسه حليت المستطيل، طلع عندي 251. فاذا ال 251 كيلو نيوتن متر مال المستطيل، وال 423 خلينا نتاكد 423 نعم مال الاوفر هانج. الان اذا اجمعهم راح اطلع الام مال المقطع كله. اذا طلعت العزم، هو سؤال اناليسز يريد مني العزم. بقت مثل ما تعودنا دائما شنو قبل لا ننطي النتيجه النهائيه نشيك شنو؟ نشيك الدكتيلتي. وقلنا الدكتيلتي راح تعتمد فقط على الجزء الثاني. اذا هاي الاي طبعا راح اقسمها على بيتا. لاحظ اي قسمتها على بيتا طلعت صارت عندي سي. انا اذا صارت عندي سي اقدر اطلع الابسيلون 0.03، وهذا قانوني المشهور دي تي ناقص سي على سي. عندك هذه 460، لاحظ 460 لان دي تي مو دي العاديه، هذه شوفها دي تي 460. طبعا كل ما تشوف نفسك جاي تشتغل في معادله الدكتيلتي فالدي هي دي تي وليس الدي. اوكي، فاذا الدي تي ناقص سي على سي 460 160، نعم هاي السي طلع عندي 0.056 اللي هي شبيهه اكبر من ال 0.05. اذا انا بالتنشن كنترول، اذا الان لي حق اقول الاميو يساوي 5 في الام ان وال5 هو 0.9 لان تنشن كنترول. ففي 674 خلينا نتاكد، نعم 674 العزم الكلي. طلع اذا عندي العزم النهائي الالتيميت هو 606.96 كيلو نيوتن متر. اذا هذا المقطع يتحمل هذا العزم حسب الكود الامريكي 2019. وبهذا نكون انهينا هذه المحاضره. ان شاء الله في المحاضره الجايه نكمل الديزاين مال التي سكشن، والى ذلك الوقت ان شاء الله القاكم بسلامه واتمنى لكم التوفيق. شكرا جزيلا.